جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أشكو دائما لوالدتي الأحلام المزعجة مع أنني أقرأ الأدعية قبل النوم، وتعلل والدتي بذلك أني أنام لوحدي في الغرفة والظلام شديد ولا أشعل نورا خفيفا يضيء علي، وتقول إن النوم في الظلام مكروه وهو سبب الأحلام المزعجة، وتقول لي اجعلي تفسير منامك على أبي بكر الصديق. هل صحيح أن أبا بكر كان يفسر الأحلام؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم أن أبا بكر الصديق كان يفسر الأحلام، وأما النوم في الظلام فهذا يختلف باختلاف الناس، من كان يستوحش من الظلام فهو لا بأس أن يجعل شيئا من النور ولو خفيفا يؤنسه، وأما من لا يستوحش من الظلام فلا بأس أن ينام، بل قد يكون هذا أحسن لنومه. الناس يختلفون في هذا، ولا علاقة لهذا بالوساوس، كونه ينام في ظلام أو في نور لا علاقة له بالوساوس، الوساوس من الشيطان، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يطرد الشيطان عن النائم وهو قراءة آية الكرسي عند النوم، قد قال صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولكن الشأن في قراءتها بحضور قلب وإيمان واحتساب، أما من يقرأها وهو غافل وغير حاضر القلب فإنها لا تنفعه. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن شيخ صالح كأنه يقول إن عدم استفادتها من الأذكار قبل النوم ناتج عن الغفلة حين القراءة. قد يكون هذا والله أعلم. اللهم استعان اللهم استعان.